وصلنا للمطعم الهندي ها برويع. الله الله يا ذكريات 2018. اي والله ايام ما تنسي. الله يا ذكريات ديسمبر. اقول لك يا غازي اقسم بالله وقتها الشعور ما يوصف. 100,000 متابع حسب ما يقطع راسي سيف. اي والله الحمد لله. كل ما لك لامشه على الطريق الصحيح كل ما تطور اكثر وش بعد 100,000 مشاهده ولا شيء. اي والله الحمد لله. بعد توفيق الله عز وجل يا رب لك الحمد. عز وجل وثقه الناس الطيبين اللي يتابعون. اي والله الحمد لله. تعشينا هذا المطعم يا جماعة. أتوقع وإن ما خاب ظني في 2018 جينا وتعشينا فيه، وإن ما خاب ظني إن الطاولة نفسها هذيك اللي هناك راه أنشئت في العالم. تدري يا أبو ناصر إنها في لندن؟ تبى بالتاريخ بس ولا بدون تاريخ؟ تاريخ 1868. الإشارة المرورية اللي مثل هذه يا أبو ناصر. نجت المعلومات دي تدري يا أبو ناصر إن لندن تصنف سادس دولة فالأغلى معيشة. وراك تقولها كذا ببطيء عشان يعني أوصلك المعلومة على حسب فهم. والله أنا فاهمها سادس دولة في الأغلى معيشة. إيه يعني غالية دي. إيه لازم ماني. أنت تتأكد المعلومات دي؟ بسم الله. أنا لما بغبش ما بغبش كذا. أنا بغبش عشان أرسم، عشان أفنن، عشان أخطط. هيا يا بناصر. يا مرحبا والله يا بناصر. والله يا بناصر لو ما قالوا غازل طيري معنا والله انك كذاب قبل تكمل سالفتك. اي والله قلنا لو الرساله اللي جتك من غازي ديابي انت وين كان ما جيت وانا عارف. شف يعني انت ما ينفع معك طيب، ما ينفع معك رداء. ايه؟ وش ينفع معك انت؟ كف على وجهي افهم بعد. يا مرحبا. هذا مطعم هندي مكتوب عليه من برا في اللوحه حلال، وابو ذيب هو رئيس الامنيو. شوف قال لي جيب كان ليش يقول لي هذا الصحن حق الرز تعطينا خمسه اللي الحالي اثنين احنا بنشارك عشان تطيح البراسك. اي والله تكفى. يلوموني يلوموني في الرجال هذا ما يجي حيد كلوتي. شوف كلوتي احنا هو ثلاثه عشان تجي ثلاثه لك اثنين على الكلام واحد على الكف رجع على ما ظلم. امشي خليك كذب امشي. والله لو واحد غير غازي كذبت عليه، بس غازي اصلا ما تقدر تكذب عليه. الحين تكذب عليه من قالها من سمعت مني متى ذكرني متى شفتني متى رحت معي خلاص قال يعيفكم ما كذب. هذا المطعم يا غازي وصلنا له مطعم هندي، والظاهر وما خاب ظني ان تعشينا فيه في 2018. انا جيت 2006. اي صح واضح انك جيت. جاكم الكاري دجاج، احلى الادامات الهندية بالنسبة لي، بيتر تشيكن ودجاج التندوري يا حبيبي، هلا بالرزيزة الصفراء وسلطة اللبن والخيار. بنتعرف اكثر على اعضاء السفرة بهذا السؤال اللطيف اللي بيخلي كل واحد يجاوب عن نفسه ونعرف تفاصيل اكثر عنه. مساكم الله بالخير جميعا. شباب انا بسأل سؤال، من خلال السؤال هذا الناس بتتعرف على شخصياتكم اكثر واكثر. وش فاحسك دخلت في الجوال بخشمي. السؤال يقول السفر بالمعنى اللي انت فاهمه، وش السفر؟ السفر بالمعنى اللي انت فاهمه. سألني قدام لكن ما اقدر اجاوبك. ايش السفر؟ ترى السفر مع حبيبك يا بني العلا. سلامتك مدير. هذا المعنى اللي عندك مع احبابك مع الاصدقاء شربات. يلا اكثرت عليك. والله يا وديب انا ودي تخلي لي سناب الخاص. اوف اسلم باقي نص السناب ما راح. والله السفر شوف انه تغيير على النفس و بغى يقول لك اكتشاف الرئتين. ما توقعت ان السؤال صعب للدرجه هذه انك تبحث في جوجل. ما بحثت. طيب السفر بالنسبه لك او معنى السفر ليه؟ السفر طال عمرك لما ان الله اكرمك بالسفر مع الناس اللي تحبهم وتودهم. إيه؟ هذه نعمه من الله. لكن اذا سافرت مع ناس ما تحبهم الله يكون بعون هذا شيء. يا الربع احد فهم اللي جاب حقته؟ ما جاوبش. لا عاد يا عيال احس مقدمه ترى الحين انت سؤالك ويش؟ معنى السفر؟ السفر توسيع للمدارك. لا ما ودي انك تقول لي اجابه. طب انا اسمع يعني الشباب بعدين اجيك لان انا عارف انك عارف الاجابه. اسمعني ايش؟ السفر توسيع للمدارك. دقيقة توسيع ايش؟ توسيع للمدارك
والعقل وانت ترتاح نفسيا، صفي ذهنك، تفلتر، تقرب من الله. تستانس مورك لا شغل ولا مشغله، وترقد على كيف، تقوم على كيف، تاكل مطعم هندي تستانس، وجاب صح والله اخذ الجائزه. انا كان في جائزه وكان شوف ايش لقيت هنا. معنى السفر اللي ابحث عنه عن عبد القادر. السؤال هذا اللي طلعنا برايم قدام الناس يا عيال، كنا نسافر يا اخي. السفر ما تعرف السفر يعني في شيء واضح. ايش رايك في كلامه؟ معك المتحدث الرسمي باسم البهايم. شوف يا ابو دي، سافر وفان في السفر بركه. لا 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 اعرف هذا وضعه. دقيقه خالد، كان في فايده؟ سمعت فوائد السفر. ايش هي؟ بعدين نقول لك السلامه الثانيه. لا روح تونا فكر. تبي اعلمك السفر وشو؟ لا اعطني سبع فوائد. لا خليني بعطيك السفر وشو. انا ابغى السبع فوائد. دقيقه عطني ايش خلاك تنقز وانت ما تعرف السبع فوائد؟ كان جلست ديكورك ما شاء الله عليك، اللي شفتك طلع حبه سوداء من السفر. هذه ما عندهم غير مين دور غالي. شوف ابو ديب، السفر هو الله لا يحييك، اصبر خلني اقول هذا بيعديني. ذا السفر هو الانتقال. ترى والله يسكن الله يستر فكره من شره. السفر هو الانتقال. يا رب خلينا نقول اجاباتنا يا رب. خلي يقول السفر هو الانتقال من مكان. يا ولد شوف ايش جاي على لبسك من العطسه. خلاص الحمد لله صحونها باكلها انا، ما هم تعش. والله ايش في خالد ايش في؟ عطى انا يقول على ريال، يقول عطى جت هنا. غير يا قلبي ايش في؟ طيب ايش المشكله؟ سلامات كربونات هذا وبلاوي كلها فيه جاي من يا قلبي. ترى اللي يوسوس اول واحد يمرض. لا حبيبي انا رجال جاي استانس ماني. طيب عطنا فوائد السفر بس. طيب فوائد السفر، اللهم اني اعوذ بك من وعداء السفر وكابه المنظر والسؤال. الانتقال من مكان الى مكان بالصحن ولا بدون؟ بالصحن. هاي مناظر. هيا خذ لك فلسفة. الفلسفة اللي ما حد يفهمها تفضل. شوف السفر هو المتعة. حلو. والسفر قسم أقسام. حلو. في سفر متعة، في سفر شغل، في سفر ما بس. في سفر عوضة، في سفر سعيد، في سفر تغيب. سفر تغيب يقول يا فلذات سبي يا حشايف. مودع بسم الله وانت نال طرف نسب مني. أنا شيل عبد الله البريك غلطان. مفهوم السفر. سفر ما سعجتني. تتعرف وتسافر على دول، تتعرف على عاداتهم تقاليدهم، تتعرف على أجواءهم، تتعرف على وتعيش تنخرط في طرقات وغيرها. الشيء الثاني إذا سافرت، إذا كان عندك ضغوط تسافر وتروح. يا سعيد سعيد سعيد، أنت واضح أنك مجمع الإجابات وما عرفت تركبها صح. والله العظيم. اسمع، من ميزة السفر أنك تأكل تطلي. يا سامي البعض يعتقد ان السفر للمتعة. لا، احنا نسافر عشان نتعلم ونستمتع، او شيء نتعلم. السفر يوسع مدارك الفكر، يخليك تطلع على ثقافات انت اول مرة تشوفها وممكن ما تتعلمها الا عن طريق السفر. السفر يكفيه انه يعرفك من صاحبك. تبي تعرف الرجال وش هم اللي هي؟ سافر معه يعريه السفر. والله ما اقصدكم يا شيخ. يعريه ترى انا راكبك قطري. ايش يقول؟ يعري وما يعري ما يعرف. والله ما اقصد. اقول والله انه صادق، وحتى لو انه مو صاحبك وانت مسافر انت وياه، سواء عم ولا تمشيه، انه يعريه قدامك. شفنا صادق. تبان علمك ما قصرت، قصرت على انا بيضاء وجهك. لا والله ما اقصد. انت تبان اقول حنا يا اخوي ترى لازم تطلعوا مال الطائر. مع ابو ذي بس سفر في الليل تنطوي البيت يا ابو ذي. احسب ان عندك حق. والله اني احسب عندك شيء قوي. الشاعر يقول تنتين تنطر لي مداها بعيد، لي اطال المرض ولا لي اطال تطرق. شر المرض والسفر تبين لك من هو اللي معك. الفلوس الفلوس تبين لك من هو اللي تمنجا. 1000 ريال تستاهل. 2000 ريال 5000 ثلاثة آلاف.